تجد الواحد منا قبل ما يجي إلى بيته كان مرتاح النفس، وده ذيك الليلة يسعد وينبسط وما بينه، ثم فجأة وإذا بأنه كأن في البيت نار. ما الذي أشعلها؟ إنه وقودها إبليس الذي يجري من الإنسان مجرى الدم. تجد المشاكل هادئة، وفجأة كلما أردت الإصلاح كلما وجدت أن هناك من يتدخل من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فشياطين الجن تبين الحال، شياطين الإنس أعظمهم مكرا وأشدهم خطرا السحرة والعياذ بالله. فإن السحرة من أهم أهدافهم التفريق بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ها ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن من أهم أهداف السحرة، والسحر كما تعلمون كيد شيطان ونفث ساحر، يعني تعاون تكاتف، من أجل ماذا؟ من أجل إفساد البيت المسلم. ولذلك نحن يا أحبتي الكرام في على جبهة كما يقال، على خط النار مع أعداء هذه الأسرة المسلمة التي تريد، الأعداء الذين يريدون هدم الأسرة. وقد يقول قائل: طيب وش الفائدة إذا زعل؟ إيش يستفيد الشيطان؟ إيش يستفيد الشيطان؟ إنه يهدم الأسرة، يهدم النواة، نواة الأمة. فإذا انهدمت الأسرة أخرجت لنا أبناء مشوهين وبنات مشوهين منحرفين، فيكون والعياذ بالله معول هدم لهذه الأسرة.